رياح واضطراب في حركة الملاحة وتساقط أمطار في بعض المحافظات وسط تحذيرات من خبراء الأرصاد للصيادين والمواطنين. هما تفاصيل حالة الطقس اليوم وأهم الظواهر الجوية المؤثرة فيه وأماكن تساقط الأمطار. هذا ما سنوضحه الآن لحضراتكم من خلال تغطيتنا، كما سنستعرض أيضا بيان بدرجات الحرارة. خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن تنخفض درجات الحرارة اليوم مقارنة بأمس بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى على القاهرة لتصل إلى 15 درجة فقط. وعن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، فنوهت الأرصاد الجوية أنه بعد أن تدنت مستويات الرؤية الأفقية أمس وأول أمس على أنحاء عديدة من البلاد، من المتوقع أن تتحسن الرؤية اليوم بسبب دخول الرياح الشمالية الغربية. وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. كما تشير آخر صور للأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وأيضا شمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرين، فعذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصيادين من نزول البحر نظرا لارتفاع الموج الذي يصل إلى 4 أمتار في البحر المتوسط، حيث تكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. كما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. ومن جانبها، قالت دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تعرضت لموجة من الرياح شديدة السرعة أمس وأول أمس، وهذه الرياح والكتل الهوائية كان لها تأثير على حركة الملاحة البحرية. وأشارت إلى أن البلاد ستشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية عن أمس بمعدل من 2 إلى 3 درجات. وأوضحت أيضا أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة على البحر المتوسط، ونوهت أن سرعة الرياح بدأت في الانخفاض تدريجيا. وقالت أيضا أن الرياح التي تؤثر على البلاد لن تكون محملة بالرمال والأتربة مثل الأمس، لأنها قادمة من البحر وليست من الصحراء، وسينتج عنها الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي. ولفتت أيضا إلى أن الجميع سيشعر بالأجواء الشتوية اليوم، وذلك بسبب الانخفاضات في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد اليوم. وحذرت أيضا من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة وأيضا تخفيف المواطنين لملابسهم خاصة في ساعات الليل. وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة. وعن تساقط الأمطار، قالت أن الأمطار قد بدأت تتساقط على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع أن تكون أمطار اليوم ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية مثل محافظة مطروح والإسكندرية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري كالبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد ورفح وأخيرا العريش. ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة أثناء الليل. ونظرا للتقلبات الجوية التي يشهدها فصل الخريف والتي ينتشر معها الأخبار الكاذبة عن الطقس على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حذر القانون من ذلك، كما أن هناك عقوبات تنتظر من يفعل ذلك. فمجلس النواب قد وافق على قانون هيئة الأرصاد الجوية والذي من شأنه فرض عقوبات بغرامة تصل ل 5 ملايين جنيه في حالة مخالفة أحكامه.
وورد ذلك في المادة 13 من القانون والتي تنص على التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال التالية: تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، وإنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ونشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل النشر، أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، وأخيراً شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون دون موافقة الهيئة العامة للأرصاد أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري وثبت علمه بها واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي هتكون كالتالي: القاهرة 22-15، الإسكندرية 21-14، شرم الشيخ 26-18، الأقصر 26-14، أسوان 27-15، سانت كاترين 17-7، رفح 20-13. وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا الجوية مشاهدينا، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء.